هذه الوصفة برعاية زيت زيتون سيرجيلا. سلطة البالموتو تكفي 3 أشخاص. المقادير: 4 أصابع بالميتو مقطعة إلى دوائر، 4 جزرات مقشرة ومقطعة إلى دوائر ومسلوقة، حبة فلفل خضراء مقطعة إلى مربعات، حبة فلفل حمراء مقطعة إلى مربعات، 4 بصلات خضراء مقطعة إلى شرائح، 2 ملاعق طعام صلصة الصويا، 4 ملاعق طعام زيت زيتون سيرجيلا بكر ممتاز، فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير: نخلط في وعاء كبير البالميتو مع الجزر والفلفل الخضراء والحمراء والبصل الأخضر. نحضر الصلصة بخلط صلصة الصويا وزيت زيتون سيرجيلا والفلفل، ثم نسكبها فوق السلطة ونقدمها.